لعيب كمان ما كانش موجود محمد حمدي الباك ليفت طبعا. لا انا لا مش بكلمكش كمان على زاويه، انا بكلمك على المساكين. انا بكلمك على خط ظهر بشكل عام طبعا. لا في محمد حمدي، محمد وفي حمدي عمر جابر حوالي اربع شهور او خمس شهور ما كانش موجود السنه اللي فاتت في فريق بيراميدز صحيح لظروف التجديد، وده لعيب مهم جدا في ناحيه الشمال. الموسم قبل اللي فات كان عامل موسم رائع جدا مع المصري، كان افضل لعيب عامل اسيستات للمصري. انا من فتره كنت بقول ان محمد حمدي كان لازم يبقى موجود في كاس العالم اللي فات يعني في الفتره اللي كان فيها في المصري صحيح، كان متألق جدا وكان لعيب كويس جدا صحيح.